حلو جدا. مش كنت بقول لحضراتكم في بدايه الحلقه معانا كذا خبر حلو، خلينا نروح لخبر حلو تاني، بس هو على اللاعب المصري اللي حقيقي مشرفنا يعني في المحافل الدوليه، محمود السباعي المعروف ببيج رامي زي ما حضراتكم تابعته، قدر يحافظ على لقبه في بطوله ماستر اولمبيا بنسختها ال 2021، نتكلم للمره الثانيه على التوالي. مبروك مبروك حقيقي بيج رامي، الفوز بالبطوله الاشهر والاقوى في العالم ولقب مستر اولمبيا. وبنتكلم ان دي مره ثانيه كريم كاول مصري وافريقي وعربي بيفوز بيها. بيج رامي كمان اهدى الفوز لجمهوره في مصر والوطن العربي زي ما حضراتكم شايفين، دي يعني صور من امس وحفله التتويج، حاجه عظمه والله. يعني لو نشوف امبارح او لحضراتكم تتابعوا الصحف العالميه كانت بتكتب ايه، او حتى تويتر كانت الناس بتهني ازاي، فكلنا كمصريين اكيد هنبقى عندنا فخر بهذا البطل المصري اللي زي ما بيتقال كده لحد دلوقتي ملوش منافس في هذه البطوله. لا ما شاء الله، اللهم صل على النبي، يعني اللهم صل على النبي. الحقيقه جدير جدا بهذا اللقب للعام الثاني على التوالي، والحقيقه اكيد يعني الوصول للقب زي ده مرتين متتاليتين ده معناه ان في على مدار يعني المسافه بين البطوله الاولى والبطوله الثانيه يعني مشوار كبير جدا مليان تفاصيل ومليان جهد ومليان كفاح ومليان معاناه ومليان تدريبات وحاجات كتير جدا. الحقيقه البطوله مش سهله بالمره، وخصوصا في الوزن المفتوح، دي تعتبر من اقوى افرع بطولات كمال الاجسام على مستوى العالم، فطبعا تحيه كبيره جدا ليه، مبروك ليه ومبروك لينا كمان. يعني فرصه ان هو يرفع علم مصر للعام الثاني على التوالي بهذا المحفل، دي حاجه عظيمه جدا. والحقيقه بيج رامي كان يعني تصدر ترتيب الجوله الاولى اللي اقيمت فجر اليوم الاحد بمدينه اورلاندو في ولايه فلوريدا الامريكيه، واللي شهدت مشاركه 16 لاعب من مختلف انحاء العالم. بالمناسبه كان من ضمنهم اثنين من مصر، محمد شعبان وحسن مصطفى، اللي للاسف خرجوا في يعني مرحلة التأهل للجولة الختامية. طبعا الوزن المفتوح بيعتبر الأكثر شهرة والأكثر جاذبية يعني في مستر أولمبيا على الإطلاق، كل الأنظار كانت رايحة على بيج رامي اللي ظهر على خشبة المسرح بالبنية الضخمة، بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شفتوا كده، بتزن أكثر من 300 رطل، وكان بيتطلع إلى الظهور بشكل أفضل من الموسم اللي فات اللي هو 2020، وقد كان وحقق الانتصار للعام الثاني على التوالي. البيج رامي ده بقى كله عايز اقول لحضراتكم ان هو من مواليد 1984، يعني عنده 37 سنه. حلوه البيج رامي ده، فهو يعني صغير هو من ناحيه بيج، مش بيج، لا بس بجد يعني، لا انا كنت متخيله اكبر من كده، خلي بالك يعني 37 سنه برده مش لا قصدي حجما، لا حجما طبعا. وعايز اقول لك ان هو برده كان علق تعليق كان مضحك شويه امبارح بعد ما فاز، يعني كان بيقول للميدل يعني اللي هو فاز بيها، بيقول له تعالى جنب، او يعني اسمه ايه اللي بيبقى الدرع، بيقول له تعالى جنب اخوك، فيعني مره ثانيه مبروك اكيد. وكلنا كمصريين اكيد بنسعد لما مصري بيشرفنا او بيرفع اسم مصر في اي محفل دولي.